اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. طبعا النهارده الحدث الابرز بالنسبه لنا عبر السوشيال ميديا مباراه توجو ومصر في الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم. المباراه صعبه جدا، المباراه عنق زجاجه بالنسبه لمنتخبنا الوطني نتيجه طبعا وضع المجموعه والنتائج اللي تتحققت خلال الثلاث جولات الماضيه. منتخب جزر القمر بالتاكيد متصدر المجموعه بعد الفوز على كينيا، عامل نتائج طيبه جدا، ومنتخب جزر القمر كان فاز على توجو في لومي في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي عشان تقدر تتخطى هذه المجموعة وهذه التصفيات محتاج تعمل نتائج إيجابية خارج أرضك. صحيح اتعادلت في الجولة الأولى مع جزر القمر خارج مصر، لكن طبعا المباراة اللي أثرت معاك في النتيجة كانت مباراة كينيا، لما اتعادلت مع كينيا في برج العرب، فبالتأكيد هذه النتيجة أثرت في ترتيب المجموعة، لأن المنتخب الوطني حاليا بخمس نقاط في المركز الثاني، وبالتالي محتاج يعمل نتيجة إيجابية النهاردة في توجو. طيب محتاجين نطمن أكتر على بعثة منتخبنا الوطني، خاصة إن في هذه اللحظات خلاص المنتخب على أعتاب الوصول إلى ملعب المباراة. لذلك أنا بيبقى معايا على الهاتف حاليا الزميل العزيز والناقد الرياضي الأستاذ محمد مراد، الناقد الرياضي باليوم السابع واللي موجود حاليا مع منتخبنا الوطني في توجو. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير ميجي، كل سنة وأنت طيب وخير، ودايما مطمن كده في العزاء. اهلا بيك يا محمد، وعايز اطمن منك على بعثه المنتخب والتشكيل الرسمي اللي بالتاكيد الكابتن حسام البدري خلاص اعلنه بشكل رسمي استعدادا لخوض هذه المباراه. يعني ماتش ماتش مستعد قوي للمباراه، من يعني من ساعه ما جينا هم كانوا وصلوا قبلنا لفندق الاقامه اللي احنا موجودين فيه معاهم، بيتدربوا يعني بيتدربوا فترتين الصبح والظهر في ملعب في الفندق بيتدربوا فيه، عندهم تركيز كامل، شايفين ان دي فرصتهم الاخيره لازم يفوزوا عشان يفضلوا في المنافسه على التاهل للبطوله لامم افريقيا 22 بالكاميرون. معاهم طبعا مدرب مخضرم كوزلر، وطبعا من التمرينات من التمرين تحديدا هو افريقيا بيدرب منتخبات افريقيا وعارف الكره المصريه ازاي وعارف نقاط القوه والضعف عندك في المنتخب، لكن ان شاء الله الحقيقه التركيز على اللعيبه. شفنا الكابتن حسام البدري امبارح عمل كذا تقسيمه وجرب كذا تشكيله، والنهارده يعني مش عايز اقول مفاجاه، لا ان محمد الشريف كان امبارح برضو احد في التدريب، كان من اللعيبه المميزه في التدريب، قفشه برضو ظهر مستوى كويس، كان الكابتن حسن بدري وبيوقفه اكثر من مره، كوكا برضو في نفس النظام كان يعني لاعب امبارح واحرز اكثر من هدف التقسيمه، كان يعني كان بيجرب اكثر من لعيب، رمضان كان بيلعبه جناح ايسر وتريزيجي جناح ايمن في رفعات التقسيمه امبارح، لكن الحقيقه التشكيل زي ما انت قلتها محمد خلاص، محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد توفيق بدل يعني بدل محمد هاني اللي مصاب للاسف واللي خرج قبل سفر المنتخب من القاهره، احمد توفيق ظهير ايسر، ايمن اسف وايمن اشرف ظهير ايسر، طبعا هو فضل الاعتماد على ايمن اشرف في هذا المركز في المباراه دي، عارف المنتخب صوت عنصر خبره، وايمن يعني طريقته الدفاعيه احسن من فتوح في الماتش زي ده، طبعا انت عارف منتخب توجو نادر يهاجم وما قدموش حل يا محمد الا الفوز، فهيبقى طبعا مهاجم، فقال لك ان ايمن اشرف افضل يعني عنصر خبره زي ما انت قلت، والناحيه الدفاعيه بيعرف يدافع احسن من احمد فتوح. في الدفاع طبعا احمد حجازي لكن عنده طبعا لعيب مميز ولعيب بتاع خبره، والونش معاه طبعا هو معنويات المنتخب بعد ما جاب جول الفوز في القاهره. النص حامد وحمدي فتحي طبعا البديل بدل محمد حسين للاسف اللي اصيب بكورونا امبارح، وفي الهجوم بقى يعني خلاص جناح ايسر محمد جناح ايسر ومحمد شريف جناح تمام جناح ايمن اسف محمد ومحمد شريف جناح ايسر وقفشه خلاص وسام هايدر على حساب عبد الله السعيد وكوكا على حساب مصطفى محمد. يعني شايف الكابتن حسام بيدافئ بيلعب في قصه لعيبه اللعيبه اللي هم عندهم مجهود يعرفوا يقابلوا يعرفوا يوقفوا لعيبه توجو اللي اجسامهم مختلفه ومميزه جدا وعندهم لياقه بدنيه عاليه جدا، طبعا بره عندك على دكه البطوله الحقيقه اكثر من عنصر مميز عبد الله السعيد ولمهم صبح وزيزو، وان شاء الله يبقى ليهم في مستوى محمد يبقى ليهم ان شاء الله. طيب محمد والماتش يعني ان شاء الله نخرج في مستوى باذن الله. طيب سؤال اخير وسريع عشان الوقت وعشان برضو الصوت اكيد يعني جاي في تداخل في الشبكات، انت بتتكلم طبعا، عايز اعرف محمد النني هل هيعود مع البعثه على الطياره في اجراءات احترازيه، خاصه الامر ده هيكون جديد شويه وفي نفس الوقت في قلق عند الجماهير بسبب هذا الموضوع، لان طبعا لسه اللعيبه لما ترجع مصر هيكون في مساحات طبيه هتتعمل خلال الفتره الجايه.
ما اخر كلام محمد النني هيسافر معاه على الطيران، محمد خلاص كان في كلام قال ان ممكن يسافر النهارده لوحده، لا لا خلاص هم مسافر معانا على الطياره، ودي التجهيزات والاستعدادات اللي تم الاتفاق عليها من قبل الجهاز الطبي والاداري سواء كابتن محمد بركات او الدكتور محمد ابو العلا، ان في حاله اصابه اي لاعب بكورونا يرجع معانا على الطياره. يعني الكلام ده قبل ما نيجي لسوق محمد، ان هو كان في اتفاق مع وزاره الصحه والكوره هنا في سوق، ان لا قدر الله في حاله اصابه اي لعيب، اللعيب ده يرجع معانا في الطياره. وفي بالعزل جهاز الطب جايبها للدكتور محمد، جايب حوالي 7 أو 8 بتن، على كان عنده يعني معلومه ان هيبقى في اصابات في المنتخب، فكان مجهز الحاجه دي، ويتم عزله في الطياره في مكان في اخر الطياره وفي مكان لوحده، هيتم يعني ابعاد بينه وبين اقرب حد حوالي 3 أو 4 متر. في دكتور مرافق للبعثه يعني متخصص في فيروس كورونا تحديدا محمد، هيبقى متابع مع النني والحقيقه، وتم فتح البث في برنامج علاج النني امبارح، وان شاء الله يرجع معانا على بإذن الله. القاهره بكره ان شاء الله نوصل الساعه 6 بتوقيت القاهره، ونتمنى له الشفاء باذن الله ويرجع ونتكلم معاه. بإذن الله. الزميل العزيز محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات والتشكيلة الرسمية، وأيضا كمان طمنا على كيفية أو الطريقة اللي ممكن يستخدمها الجهاز الفني أو الجهاز الطبي في عودة محمد النني على نفس الطائرة اللي هيعود عليها بعثة المنتخب إن شاء الله، نتيجة طبعا إصابته بالكورونا بعد المسحة الطبية اللي أجراها بالأمس وقبل خوض مباراة اليوم. طبعا في تساؤلات كتير في هذا الموضوع، والناس عايزة تطمن، لأن كمان لسه بعثة المنتخب لما ترجع مصر أكيد 100% لازم يكون في عزل أو في إجراءات احترازية هتتم لمدة حوالي 4 أو 5 أيام للإطمئنان على كل حالة اللاعبين قبل ما يندمجوا ويخوضوا تدريبات مع أنديتهم، خاصة إن في 4 لعيبة من النادي الأهلي مع المنتخب الوطني و6 لعيبة من الزمالك مع المنتخب الوطني، والفريقين مقبلين على نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد 10 أيام، فبالتالي لازم يكون في إجراءات احترازية هتتم خلال الساعات اللي جاية بعد عودة بعثة المنتخب الوطني.